نفسه احمد حسن هيقيد نفسه في يناير في ضمن صفوف بتروجيت. طب تحب اكد لك في مشكله كده؟ اكد لك. يلا يلا يا محمد. في القاضي وتطلع الى ضربه ركنيه، نفذت الركنيه خطيره الكوره، تصويبه من الشناوي، اوه اول الاهداف، تمريره بينيه، انفراد خطيره، خروج من الشناوي، لسه الخطوره، تعادل، جول 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 جول. شكري الشوط الثاني يمكن الهدف يمكن اثر علينا شويه بس الحمد لله يمكن ادى دفع للعيبه في الملعب ان هي ما تخافش وان هي تهاجم. الكلام ده احنا كنا قايلينه قبل المباراه ان انت لازم تبقى جريء النهارده، وان انت بتلعب النهارده على 3 بونت، التعادل الرابع بالنسبه لنا، يعني مكسب واحد في المباريات اللي فاتت دي كان يعوضنا، ده 4 تعادلات، ده اللي كان بيوصل للعيبه في خلال الاسبوع اللي فات خاصه بعد تعادل مباراه المحله يعني. فانا بقول الحمد لله برضو البونت افضل من الخساره، خاصه المباراه كان ممكن لو مشي بسيناريو معين بعد الهدف اللي دخل فينا كانت ممكن تمشي الهزيمه، لكن اللعيبه كان رد فعلهم الحمد لله كان قوي. التغييرات الحمد لله اللي نزلت سواء كان ميكي او بيتر بعد ما احرزنا الهدف كان برضو الحمد لله ساعدوا زمايلهم في الملعب ان المباراه تطلع بهذا الشكل. الحماس زاد اكتر واللعيبه حست بالمسؤوليه يمكن بعد الهدف اللي دخل مرمانا، يمكن دي مش اول مره، يمكن مباراه الجيش برضو كان نفس الكلام، مباراه الاتحاد برضو كان نفس المردود. فانا بشكر اللعيبه على المجهود اللي اتبذل النهارده وبتمنى الماتشات اللي جايه ان شاء الله نحقق فيها المكسب. اكيد في البدايه بقول لعماد مبروك وهايد لك الاثنين طبعا مع بعض، يعني طبعا اهم شيء اني عماد طبعا اخ ليا وبتمنى له التوفيق ان شاء الله الفتره الجايه باذن الله مع فريقه. انا شايف ان يمكن الشوط الاولاني زي ما هو قال عماد هو شوط تكتيكي بالنسبه لاسوان، كانوا مقفلين بشكل كويس، احنا ما استفدناش من الشوط الاولاني، ولكن احنا شوط تاني افضل بكتير. احنا شوط تاني ضيعنا كل الفرص اللي جات لنا ان احنا نقدر الهدف نعززه، هدف واثنين وثلاثة، ولكن هو يمكن تصارع اللعيبة في اوقات كتير، زائد لسه يمكن غياب التوفيق للظروف اللي احنا محطوطين فيها اعتقد ان شوية نخلي فيه قلق بالنسبة للعيبة جوه الملعب. انما انا بقول ان مباراة احنا ضيعنا النهاردة 3 نقاط كانوا بعد الهدف يمكن حصل ان احنا كنا ممكن لازم نأكد هدف كمان وكان عندنا فرصة، ولكن طبعا فريق أسوان استغلوا يمكن احنا شوية القلق انك انت عايز تكسب، يمكن الفترة اللي فاتت احنا نتائجنا مش كويسة فاللعيبة برضو قلقان على المكسب، فقلقهم على المكسب ده خلى ان يحصل نوع من انواع الاهتزاز. انما بعديها بدأنا نحاول تاني، عندنا عملنا كل التغييرات، احنا النهارده كنا بنلعب باربع مهاجمين قدام، ولكن يمكن فرص سهله جات لنا احنا ما استغلناهاش، ودايما بقول للفئه او احنا الفرص اللي مش هنستغلها تؤدي ان احنا نتعادل. هارد لك، ضيع نقطتين. كابتن احمد نجم منتخب مصر ولعيب كبير في اوروبا وفي مصر كلها، بالتاكيد الناس كلها اول تجربه تدريبيه لكابتن احمد حسن، فكل السبوت محطوط على الكابتن احمد حسن قبل المباراه، ناس كتير جدا حامله شناعة على كابتن احمد حسن، لا ده 3 هزايم، لا كابتن احمد حسن مكمل، اداره بتروجيت طلعت نافت الموضوع ده، عايزين نعرف الحقيقه من حضرتك. والله بص، عايز اقول لك على حاجه، كل الناس اللي بتتكلم دي سواء بتتكلم سواء بتعيد سواء بتزيد هي ما عندهاش حاجه، هي كلام فقط لا غير. انا مش لسه هتكلم على نفسي وكده، انا اللي يهمني كله هي في اداره محترمه اسمها اداره بتروجيت، هي اللي طار ما طار مناسب بالنسبه لها. انا لما جيت اداره بتروجيت احنا الحمد لله يعتبر عملنا فرقه بثمن لاعب او اثنين في الفرقه الكبيره، قدرنا ان احنا نجيب مجموعه لعيبه وعملنا الحمد لله فرقه كويسه. غياب التوفيق من عدمه ده وارد في كره القدم، انما اي حد يتكلم، اي حد يقول، اي حد يعيد، اي حد يزيد، انا ما بشغلش نفسي بالكلام ده كله خالص، لان هي بقت حياتنا كده، والمجال الرياضي بقى من اسوء المجالات اللي موجوده في الوقت الحالي، وادينا بنشوف التقطيع، وادينا بنشوف الكلام، وادينا بنشوف. انما انا في الاول وفي الاخر انا اللي يهمني في الاول وفي الاخر هي اداره بتروجيت، هي اللي هي شايفاه، هي الناس هم اللي يحددوا، هم اللي يقرروا ايه احتياجاتهم. انا بالنسبه لي ما عنديش ادنى مشكله خالص، احنا بنشتغل نعمل فرقه النهارده زي ما انت شايف ماتش يخرج 3-4 مرتاح، فرص سهله جدا جدا جدا، انما في الاول وفي الاخر هي دي كره القدم. في سوء توفيق غريب جدا بيواجه حضرتك من اول الموسم،
اكيد في سوء توفيق، يمكن احنا في سوء توفيق في مباراه الاهلي، في سوء توفيق النهارده كمان في 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 انا مقضي اللعيبه يمكن الظروف اللي احنا بنمر بيها الان على المكسب، رغم ان احنا كان عندنا مكسب سهل النهارده ان احنا نحققه بعد الهدف ان احنا نجيب جون واثنين وثلاثة. احنا في كوره كنا بنوصل 3-3 و4 على 3، ولكن خوف على المكسب هزز اللعيبه شويه. انما زي ما قلت لك انا بالنسبه لي بنشتغل، معايا جهاز محترم، كلنا بنشتغل، كلنا عايزين نعمل فرقه كويسه لفريق بتروجيت. لما تيجي تشوف النهارده اللعيبه اللي احنا جايبينها اغلبيتها كلها لعيبه درجه ثانيه مع اللعيبه اللي كانت موجوده قبل كده. الوقت كمان اللي انا جيت فيه اجيت مع بدايه موسم كان خلاص كل الفرق سكنت لعيبه، انما في الاول وفي الاخر زي ما قلت لك انا بطبيعتي ما بشغلش بالي، انا مش مهتم والله خالص والله، ولا بتابع ولا يعني انت حتى بتقول لي حمله معموله عليا والله ولا عارف اي حاجه ولا فارق معايا بالنسبه لي، لان في الاول وفي الاخر بتقول ان كابتن احمد حسن برضو براند نيم يعني نجم نجوم مصر يعني. تمام، هو زي ما انت بتقول، بس انا مش شاغل نفسي، لا الحمد لله، يعني لو كنت بشغل نفسي ولا انا لعيب ولا هشغل نفسي كمان وانا مدرب. زي ما قلت لك كل ده لا يعنيني، اللي في الاول وفي الاخر انا مقتنع بشيء ان اللي ربنا عايزه هو اللي بيكون، سواء في مجال التدريب سواء في اي مجال تاني، لان الحمد لله الحمد لله رب العالمين. ودي كلمه انا يمكن قلتها قبل كده، انا لما رحت بتروجيت لا حد اتكلم لي ولا حد وصى عليا ولا حد، يعني ما عنديش فاتوره بسددها لحد، ما عنديش حد ساعدني، الحمد لله الاداره المحترمه كلمتني وانا قعدت دايركت على طول، فما عنديش فاتوره ان انا ادفعها لحد. بس فالموضوع زي ما قلت لك، الموضوع بالنسبه لي ما ترى اداره بتروجيت، احنا في تفاهم بيننا وبعضينا، حتى لو الناس في يوم من الايام جم قالوا والله ان هم شايفين في مشكله عندنا، والله طبعا انا احترم راي الناس ولا هيكون عندي ادنى مشكله خالص، بل بالعكس نبقى عملنا حاجه لبتروجيت فرقه كويسه. انما الحمد لله يمكن زي ما انت قلت اداره بتروجيت من نفسها من غير ما نقول الناس طلعوا ونفوا اي حاجه من الكلام اللي انت بتقوله اللي هو بويصاي او الكلام ده او كده، وما عنديش ادنى مشكله خالص، يعني ما عنديش ادنى مشكله خالص بالنسبه للناس، وده اللي تعودناه، ده اللي تعودناه في مجالنا، ان احنا النهارده انت بتكسب الناس بتعليك، انت مثلا نتائج سيئه بتلاقي ناس طبعا زي ما ناس بتحبك وزي ما ناس بتتمنى لك الخير، فاكيد ناس برضو ما بتتمنلكش الخير. وشفنا اكبر مدربين بيحصل فيهم ايه، يعني انت النهارده بتتكلم برضو عن تجربه بالنسبه لي والحمد لله يمكن باشاده الناس كلها في بتروجيت فيها فئه كويسه، غياب التوفيق فقط لا غير، اعتقد ان يبقى عندنا فئه مميزه ان شاء الله باذن الله. بالرغم من تركيز حضرتك الكبير جدا في مجال التدريب في التجربه التدريبيه الاولى للكابتن احمد حسن، الا ان في تصريحات خرجت على لسان حضرتك بتقول ان في يناير قد يكون كابتن احمد حسن لاعبا خط وسط في بتروجيت. والله بص عايز اقول لك على حاجه، يعني من اللي انا شايفه بجد والله ان فعلا بتروجيت، يعني انا حتى في مايه كده بتكلم عليه بقول لهم انا غلطت ان انا ما اديتش نفسي في الدور الاولاني، لان في غلطان انك يعني انت ندمان انك ما تقيتش في الدور الاولاني. مش مساله ندمان بس، هو بتبقى محتاج خبرات جوه الملعب، بتبقى محتاج حد يثقل اللعيبه جوه الملعب، بتبقى محتاج حد اللعيبه بتبقى مطمنه، يعني بتشوف لعيبه كبيره بتبقى موجوده ممكن ما بتنزلش مجهود كتير، بس مجرد ان هو وقفته في الملعب بتطمن اللعيبه جنبه. وده حتى انا زي ما بقول لك احنا النهارده خسرنا 3 نقط بسبب ده، ان اللعيبه الخوف على المكسب خلاهم يتوتروا، الخوف على المكسب خلاهم يتراجعوا، لان بعديها احنا هاجمنا بكل خطوطنا، يعني احنا لو بقول لك كان سهل ان احنا نجيب هدف جبنا هدف، وكان سهل ان احنا نجيب الهدف الثاني، وكان سهل نجيب الهدف الثالث، لان بقول لك الخوف والقلق والتصارع ادى لده. فبقول لك لما بيبقى في حد اللعيبه بتبقى مطمنه هو موجود في الملعب، اعتقد ده بيسهل كمان. يعني ننتظر الكابتن احمد حسن لاعبا في يناير، يعني انا مش عايز اسبق اي احداث في الكلام ده خالص، انا كل ما يعنيني دلوقتي في الوقت الحالي في ايتي، كل ما يعنيني ان احنا نجهز اللعيبه، واعتقد ان احنا ادينا ماتش الحمد لله كويس النهارده، يعني بتفرج على الماتش وبشوف بتروجيت بنوصل من كل الخطوط وبنوصل من كل الاتجاهات، لكن التوفيق من عدمه ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. والله لا تتصور اهي اوكي. الدكتور حاج رئيس نادي اسوان خلاص. يعني كابتن عماد النحاس لا والله لا والله حبيبي دعم ولا اروع من رئيس النادي وجماهير اسوان كلها خلفك للبقاء في الدوري الممتاز هذا الموسم يا رب ان شاء الله. طبعا انا دكتور حسن من السنه اللي فاتت وهو معايا وشايل معانا مسؤوليه، هو اعضاء بمجلس الاداره كلهم مشكورين اللي متواجدين معانا النهارده واللي بيتابعنا في كل المباريات. احنا عندنا يعني هو عايز اقول هم كبير، يعني انت تقعد في الدوري هم كبير النهارده،
التعادل الرابع على التوالي. الحمد لله الأداء بيتحسن من المباراة للتانية، نفسينا إن شاء الله في مكسب في المباراة اللي جاية إن شاء الله. أنا بشكر طبعا الدكتور حسن وأب ووالد وأخ كبير معانا دايما وشايل مسؤولية معانا ومع اللعيبة في نادي، أنا تربيت في النادي فأنا ابن المكان، فده أمر طبيعي أن تلاقي العلاقة بينه وبين الدكتور حسن وبين أعضاء مجلس الإدارة. نحن الحمد لله بنتعامل واحد يعني، وعندنا هدف واحد والبقاء في الدوري، وهنسعى ونتعب ونقاتل إن شاء الله لغاية لما نقعد في الدوري الممتاز بإذن الله. يعني بعد النقطة الهامة دي عاوزين ندبس الدكتور حسن كده في طلباتك بقى منه في يناير؟ ده ناش طلباته لا الأمور أنا قايل لك إيه قبل المباراة يا دكتور أحمد؟ أنا مش قايل لك ده ابن النادي الدكتور كابتن عماد بن عماد النحاس؟ انا مش قلت الكلام ده وهو مسجل عندك يعني، فده ابن النادي واحنا عينينا له وعينينا للفرقه يعني، احنا مش هنتاخر ابدا باذن الله تعالى، رغم ان الناس دي جاب اللعيبه دي، وانا بشكرهم الرجاله دول مضوا على بياض ولم يتسلموا قرش، ده يا دوبك واخدين 12 ونص في انا بقول لك يعني المفروض ما اتكلمش انا في الكلام ده، ولسه ال 12 ونص الثانيه هيستلموها دلوقتي، فاحنا الناس دي تحملتنا الحقيقه يعني، الناس دي انا بشكرها وبشكر الكابتن عماد وكل جهاز الكوره المرافق له الحقيقه يعني، شويه رجاله يعني الحمد لله ضميرنا احنا بنعتبرها حلوه ان هو انتقى ناس يعني محترمه قبل ما تبقى لعيبه. كابتن عماد حضرتك شايف ان كتله تعادلات اسوان في الفتره الاخيره هل هي كفيله ببقاء اسوان في الدوري الممتاز؟ المكسب هو اللي هيخليك تقعد في الدوري، 3 بونت هم اللي هيخليك تقعد في الدوري يعني، مكسب مباراه ب3 بونت، تعادل 4 مباريات ب4 بونت يعني، لو مكسب مباراتين وتعادل مباراتين كان الموضوع مختلف يعني، لكن احنا بنتحسن من مباراه للتانيه يعني، خاصه المباريات اللي بره الارض احنا تعادلنا الجيش وتعادلنا النهارده بتروجيت، الفرقتين فرقتين كبار متمرسين في الدوري الممتاز، عندهم خبرات عندهم لعيبه عندهم امكانيات. انا زعلان بس والكلام ده يمكن انا قلته في مباراه ما كانتش مزعجه، مباراه المحله ان احنا فرطنا في الثلاثة بونت، طبيعي ان احنا عشان نقعد، يمكن الكلام ده بدايه من مجلس الاداره لغايه اصغر لعيب موجود معانا، احنا الماتشات اللي في اسوان بنفكر فيها ان شاء الله في المكسب، فكل ما بيحصل تعادل التعادل الوحيد اللي زعلنا عليه طبعا هو تعادل المحله، لكن كانت كل الناس سعيده وفرحانه بتعادل الزمالك مع نادي كبير طبعا بحجم نادي الزمالك، ولكن انا بقول لك عشان نقعد في الدوري ان شاء الله فمطلوب المكسب باذن الله، فده اللي هنسعى اليه باذن الله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى وبالمجهود اللي موجود سواء من مجلس الاداره الدكتور حسن واعضاء مجلس الاداره كلهم المحترمين مع اللعيبه مع الجهاز الفني، نحن ان شاء الله المكسب هيفرق معانا كتير في الماتشات اللي جايه وهيفرق كمان مع اللعيبه، لكن احنا الحمد لله محافظين على شكلنا كويس، محافظين على التنظيم بتاعنا كويس، لما اتاخرنا مرتين سواء قدام الجيش او النهارده بتروجيت وانت بتلعب فرقه كبيره وفي ملعبهم وبتقدر تتعادل وتهدد كمان ان انت تكسب، تتعادل مع الزمالك دي مباراه يمكن خارج التوقعات زي ما بيقولوا، يمكن احنا الحمد لله عملنا فيها جيم كويس، ولكن فاضل لنا ان شاء الله المكسب وده اللي احنا نسعى عليه في الفتره اللي جايه باذن الله، هو توفيق ربنا سبحانه وتعالى والثقه كل شويه بتزيد عند اللعيبه، وبالتاكيد كمان عوده الجماهير وجماهير الصعيد اللي دلوقتي اسوان بقى الممثل بتاعهم هيدي دفعه قويه وسبورت جامد جدا لفريق اسوان في الدوري. اكيد طبعا احنا الحمد لله كمان عندنا جمهور كبير بيحضر يحضر ورانا ان شاء الله في الماتشات، والاستاد بتاعنا استاد الحمد لله كويس جدا زيه زي استاد السويس، فانا بقول ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه تكون لنا احسن يعني، والاحسن هيكون ان شاء الله في المكسب باذن الله. قبل في النهايه قبله ولا اروع من رئيس النادي دكتور حسن عبد الله. دكتور حسن ده من القبلات والله والله، لان ده راجل محترم يعني، ده ابن من ابناء نادي اسوان وشخصيه محترمه عماد النحاس، واحنا بنقول احنا زي ما قدمنا عماد النحاس اللعيب في 96 احنا بنقدم المدير الفني الجديد عماد النحاس، صحيح احنا بنعتبر وسيله له لكن احنا نتمنى انه نشوفه بيدرب احد منتخبات مصر، لانه فكره عاليه وشخصيه محترمه ونموذج احنا بنقدمه وبنقدم الكابتن رامي ربيع، لانه هو مدير الكره النجم الجديد في الكارير الجديد الحقيقه اللي احنا فرضنا عليه انه يبقى مدير كره لشخصيته العظيمه، فاحنا باذن الله تعالى اسوان دايما بتفرخ وبترضى انها تفرخ، لان احنا لو عديت لك اللعيبه هتلاقي منتخبات مصر كلها كانت مطعمه بلعيبه من اسوان، واحنا زي ما قدمنا عماد النحاس بنقدم الكابتن رامي ربيع المدير الكره بالنادي، ولانه هو باذن الله تعالى هيكون نجم في هذا الكارير.